السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. راح نبدي هاليوم محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الأطفال، محاضرة بعنوان Atraumatic Restorative Treatment اللي هي الـ ART. اعتمادكم راح يكون بال اللي هو الباوربوينت مع الوورد، لأنه الوورد بي مواضيع أنتم مساعدكم على فهم الباوربوينت أكثر. راح أبدي أنطيكم نبذة بسيطة عن المحاضرة باختصار، حتى أنه أنتم من تقروها تعرفون هي أش تحتوي هذه المحاضرة. المحاضرة يعني راح نعتني بها أكثر الطلاب كن اشتغل يعني بمضمون هذه المحاضرة، واللي هي عملية عمل حشوة للسن دون استخدام الهاند بيس، يعني Atraumatic Treatment. وهذه الحالة إذا أغلبكم في بعض الأحيان أنه المريض يبكي أو يصيح أو يصير عندنا فد مشكلة، نضطر على أنه نحن نعمل شوية تنظيف للتوث بالإكسكافيتر اللي هو الهاند إنسترومنت ونخلي الفلينك. وهسع كلتكم تتذكرون، إذا بس أقلكم أشنو هي الفلينك، الكل راح تصيح أنه هي غلاس أيونومر سيمنت. هذه هو الموست أدهيزف ماتيريال. هذه الماتيريال هي تكون أدهيزف وتعطينا فلورايد، ريليز فلورايد، فتعمل لنا للبقايا الكيريز اللي إحنا ما شلناها راح تعمل لها هاردنس، بالإضافة إلى أنه هي هارد طريقة معينة أنه تمشي التوث إلى فترة معينة. هذه الطريقة غالبا ما تستخدم في الدول الفقيرة، لأنه الدول الفقيرة أو الدول اللي هي الديفلوبينج كونتري، هذول الدول يتجهون نحو الإكستراكشن أكثر من الفيلينج، إمكانياتهم ضعيفة، ظروفهم ما تسمح. فهذه الطريقة بدت يعني انجبروا عليها أطباء الأسنان أو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، اعتمدوا على هذه الطريقة إذا طولوا عمر السن فترة معينة أفضل من قلعه، لأنه هذول عامة الناس يتجهون دائما إلى القلع ويتركون الباقي العلاجات. راح نحكي على الإنسترومنت اللي راح نحتاجه، indication contra indication why we use this treatment، يعني هذا this treatment ما تنعمل إلا في حالات معينة. راح نبدي بها اللي 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 نحاول أنه نوضح بعض الأمور. لذلك أنبه على أنه الـ Atraumatic Restorative Treatment approach include both the prevention and treatment of the dental caries. This procedure يعني هو الـ prevention أنه تعمل تمنعنا الـ developing mal caries، والـ treatment أنه أنت تخلي التوث يرجع إلى mastication. This procedure based on excavation and removing of the caries. هدف الأساسي أنه أنت تعمل excavation removing the caries، وبعدين باستخدام الإيش by using hand instrument only and then restoring the tooth with the adhesive filling material اللي هو مثل ما ذكرنا glass ionomer cement. إذا نرجع ونقول الـ ART procedure is based on excavation، الفكرة الأساسية اللي هي excavating and removing caries using hand instrument only and then restoring the tooth with the adhesive filling material اللي هو غالبا ما نستخدم الجلاس أيونومر سيمنت. الـ ART is suitable in the field for instance in school، يعني في بعض الأحيان كان قبل ويعني حد الآن في بعض المراكز الصحية يعملون حملة على المدارس، يعملون هاي الأشياء، يأخذون معهم الأدوات والمواد ويعملون حملة بالمدارس، فهذه الطرق ناجحة بالمدارس. بالvillage halls or in the health center with minimum equipment، يعني أكو مراكز صحية الإكويبمنت مالتها بسيطة، يعني مثلا مركز صحي بقرية نائية يستخدم هذه الأمور. all one need a flat surface for the patient، متطلباته جدا بسيطة، يعني احنا اش تحتاج حتى انت تنفذ العملية، ما هو الشيء اللي انت يساعدك حتى انه تعمل هذه العملية، انت تحتاج الى a flat surface for the patient، للدينتست stool for the operator and necessary instruments and material for ART which can be easily carried in a small bag.
ART is a perfect alternative treatment approach for dental caries in the developing country, where quite often teeth are left to decay to such extent that they are extracted. يعني هذه الطريقة أفضل أنه أنت من قلع السن وتحدث مثل ما أعيد وأكرر أنه هذه مش الحالة مفيدة بال developing country وهي تمشينا إلى حد معين أفضل من ال extraction. زين هذه الطريقة indication مالتها والcontra indication إيش أكو ببالك؟ أسع فكر أنت قبل ما أنا أبدي أقلب السلايد. ما هو الindication والcontra indication لهذه الطريقة؟ أنت خلي بالك أنه هو كيريز بسيط وأنه التوث يكون ما كلش كيريز مالته ما كلش كثير. أحاول أنا أحاول بهذه المحاضرة أنه أنت تكتشف الطرق قبل ما أنت تقرأ السلايد. فكر مع بعض إذا أنت عتعمل فيلينج بسيطة بمعنى أنه أنت لازم الكيريز يكون بسيط وإلا أنه هذه الطريقة ما تنجح عند هذا المريض. إذن نبدي بالإنديكيشن بعد ما فكرنا به. الإنديكيشن للكيس يكون small cavity بمعنى there is a presence يعني الكافيتي يكون جدا small يعني مجرد أنه كيريز بسيط يكون within the dentine يعني أنت تشوفه within the dentine. إذا كان in general IRT is carried out only in a small cavity in involving the dentine and in those that are accessible to hand instrument. يعني إذا التوث not accessible للhand instrument مثلا lower upper 8 تمام هو simple caries بالصعبة أنت أنه تشوف أو صعبة أنه أنت تفوت الhand instrument وتبدي تعمل excavation إذا أنت ما دبرته بمعنى أنه هذا التوث not indicated. ليش؟ بأنه من وراء الaccessible اللي هو يكون صعب. هاي الانديكيشن مالته. الكونترا انديكيشن هو presence of swelling or fistula. يجيك البيشنت عنده swelling واضح على التوث يعني انت مجرد انه راح تعمل filling للكيس راح تبدي السوالينج لانه السوالينج راح تستفاد من الـ من الـ من الكيريز فيطلع الكيريز كله عن طريق الروت عن طريق الروت ويطلع عن طريق التوث. من تجي انت تعمل فلينج وسد القناه مال الروت راح يضطر السوالينج انه يزداد ويفتح له غير طريق ويبدي يصير مشاكل عند المريض. اذا these in the presence of a swelling or abscess or fistula اللي هو الopening from the oral cavity near the carious tooth هذه تكون الحالة contraindicated. النقطة الثانية البلب is exposed يعني أنت تبدي تشتغل ورأساً طلع لك blood فهاي تكون أنت مجرد أنه تعمل filling يرجع المريض على البيت يبدي يصير عنده ألم لأنه التوث vital ويبدي ينفض عليه التوث مثل يتألم. النقطة الثالثة اللي هو إذا كان painful for a long time يعني يجيك البيشنت أنت تشوفه هو simple cavity بس البيشنت يقول أنا صار لي أسبوع ما عاد أنام الليل أنا من أكل يألمني أنا هذا فهو أكو pinpoint exposure أنت ما راح تشوفه بالعين المجردة من تبدي تعمل الأعمال مالتك وتنظف التوث وتخلي فلينج راح ترجع نفس المشكلة واللي يتعرض المريض إلى swelling وpainful وأنت تكون بهاي الحالة أذيته ما فتو. النقطة الأخرى أنه إذا يكون اللي هو inaccessible to hand instruments يعني مثل ما ذكرنا في الـ indication بالcontra indication إذا أنت ما ممكن أنه تصل التوث مثلا proximal caries أنت ما ممكن أنه أنت تنظف proximal caries نازل على الروت نازل بين نازل على السمنتم هذه الحالة أنت ما تقدر تعمل فلينج مرتبة بهذا التوث فيكون هذه الحالة كونترا إنديكيشن. إذا نحن نبدي بالفقرة الثانية قبل أيضا ما أقلب السلايد راح نذكر لكم أشنو هي الإنسترومنت والماتيريال اللي يوزد فور IRT. إذا أنت تفكر ببالك أنا قلت هي إنسترومنت بسيطة حاول أنت تعدد مع نفسك كم إنسترومنت قبل ما أنا أطلع السلايد
يلا خلينا نشوف الإنسترومنت. الإنسترومنت هي جدا بسيطة، ونعيد ونكرر أنه راح يعني أنت من 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 خيالك راح تتذكر أنه هي الميرور، البروب، التويزر. هذه مجبور عليها سبون إكسكافيتر لأننا قد تنظفها بالإكسكافيتر. هاشت طبعا سبون إكسكافيتر أكو أنواع، يعني مثلا السبون إكسكافيتر أي أدوات أنت تقدر أنه تعمل بيها كافيتيشن هي تعتبر من ضمن الكافيتيتر إنسترومنت، اللي هو السبون إكسكافيتر، اللي هو الهاشت أند كارفر، هذه من حياة الكارفينج. نجي على الأدوات اللي أنت تحتاج إلى ميكسينج باد اند سباتولا لان تخلط السمنت عليها، كوتن رول، بيرتونيوم جيلي، وبلاستيك ستريب اند ويج لانه احيانا انت تحتاج الى كيرز. هذه الانسترومنت الصوره مالتها واضحه، اذا انت مجرد انه تذكر مع بعضك راح تتذكر لا يقل عن 5 أدوات أو 6 أدوات أنت من خلال تفكيرك، وأنا ذكرتها أنه هذه الأدوات تقدر تحطها بالحقيبة. إذن only hand instruments are needed to perform the ART. These are mouth mirror, explorer, pair of tweezer, spoon excavator, hashed or house and carver, a mixing pad and spatula are also necessary to mix the filling material. Only a few other material are needed, مثل cotton rolls and billets، نوع من نستفاد منه بالفيلينج، petroleum jelly لي prevent setting of glass ionomer filling، plastic strip to shape the restoration and wish to hold the plastic strip to the tooth. عادة اللي نحن راح نستخدم بهاي الطريقة راح نستخدم الجلاس ايونمر سمنت as a restorative material. الجلاس ايونمر سمنت عادة يجي باودر وليكويد، انتم انتبهتم على استخدامه، الليكويد مالت يكون كلش ثين، مرات يعني تجي انواع انه الجلاس ايونومر سمنت معناها معاها ووتر، يعني ما ووتري مالتها التوث، يعني تعمل ميكسينج بس بثيكنس معينه وتخليه على التوث وتعمل سموثينج وتنتهي عمليه الفليك. إذا نفكر الريزن لاستخدام using hand instrument، إحنا ليش عن نستخدم الهاند instrument؟ ما هو سبب استخدام الهاند instrument؟ ليش ما نحن نستخدم التوربين، نستخدم الهاند بيس؟ ليش إحنا جايين على هاي الطريقة؟ هذه الطريقة ترهم للall population، يعني مثل ما نقول للغني وللفقير. أحيانا أنه أنت معرض للسفر وما ممكن أنه أنت تعمل حشوة، فأنت تضطر أحيانا، يعني أحيانا إحنا نستخدمها بالعيادة تمشي حال، يعني المريض ما يبدي بشغلة يقول أنا راح أسافر وأرجع، TF ما تنفع، ما تفي بالغرض. إذن إحنا نخلي glass ionomer cement. It makes restorative care accessible for all population group، لكل البيشنات أنت تستخدمه، هي conservative. They used of a biological approach which required minimal cavity. هو مادة موفرة لأنه أنت كافتي قليلة، وأحياناً أنت من تحط الجلاس إنومر سمنت هو ريليز الفلورايد يعمل هاردنينج للتوث ويبدي يعمل يعني يصير التوث هارد ورا فترة وتمشي الفلنج عادية. يعني إذا أنتم تلاحظون هذه الصور اللي طالعة بالسلايد أنه أكو كيريز بقى، يعني أنت ما ملزم أنه أنت تنظف التوث كأنما مال هاند بيس أو التوربين، لا يبقى كيريز معين بس يكون عادة هارد كيريز، يعني هارد براون كيريز أنت متخلي اللاس إنمر عليه راح يكون يكسر هاردنس وتمشي الفلينك. less painful
ليس بينفول تكون لأنه أنت ما مجرد أنه تعرض البيشنت للحرارة مال توربين أو ألم الهاند بيس أو وسريعة تكون فالمريض ما يشعر بالألم. The low cost of hand instrument compared with the electrical driven dental equipment إذن هي الكوست مالتها أيضا قليل. Limitation للبين مثل ما ذكرنا. The reduce the need for local anesthesia ما احتاج أنا local anesthesia. A minimal and reduce psychological trauma to the patient. حتى psychological trauma للبيشنت تكون قليلة. النقطة الأخيرة اللي هو infected control يعني أنت ما معرض أنه تستخدم أدوات كثيرة احتمال بها infection. لا هذه instrument وأحيانا تكون هذه disposable أنت راح تتلفها فما تحتاج إلى أنه أتعقم أو أنه تعتني بها. فترة البقاء مع المريض جدا قليلة ما مريض ما يتعرض إلى infection أو إذا تروما أو إذا ألم من حالته. هذا كل ما هو موجود بهذه المحاضرة حاولت أنا أعملها بطريقة جدا جدا بسيطة. حاولوا أنه أنتم ترجعون على البي دي اف وتمشون مع الباوربوينت لأنه جزء مكمل الجزء الآخر. راح أساعدكم الباوربوينت بنقاط معينة وأنتم من ترجعون على الملزمة. الملزمة طبعا هي ورقتين جدا قليلة وإن شاء الله أسبوع الجاي راح أكمل معاكم بموضوع آخر. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو تحتاجون أي معلومة معاكم الكلاس روم موجود وإن شاء الله بالتوفيق. تحياتي للجميع.